بعد أن توقف نهر الدماء امتد بحر العطاء. هذه هي قبسات كربلاء أنارت رغم الدماء طريق الأحرار. السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذه الذكرى الأليمة على قلوب شيعة ومحبي الإمام الحسين عليه السلام. معكم سادتي المشاهدين هذه تغطية خاصة بليلة الوحشة الخاصة بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ابقوا معنا. ستبقى واقعة الطفو أقصر معركة في التاريخ وأطول ملحمة في البقاء، وسيبقى الإمام الحسين عليه السلام منارا وهاجا لكل الأحرار، واسمه بلسما شافيا لكل المظلومين. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. نعم سادتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين ياكم بنقل هذه الأجواء الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وها نحن متواجدين الآن في شارع قبلة الإمام الحسين. وكما ترون هؤلاء المعزين الذين أتوا لأداء مناسك هذه الزيارة العظيمة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. معكم سادتي المشاهدين لنقل هذه الأجواء من حضرة المولى وهؤلاء من يحيون هذه الشعائر المقدسة الدينية الخاصة بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد أبي الأحرار وساقي دماء الطاهرة من أجل إعلاء كلمة الحق واستمرار هذا الدين والطريق الصحيح لكل المسلمين وفي جميع بقاع العالم. هكذا هو الإمام الحسين عليه السلام وهاجا ونوره ساطع في كل الظلمات. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي. نعم سادتي المشاهدين، هذه الأجواء مستمرة معكم، ونحن إن شاء الله سوف نوافيكم بكل هذه التفاصيل الخاصة بهذه المناسك ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء إن شاء الله. تعيش لحظات الأجل، تعيش لحظات الأجل، تشعر كبار ألمها لو شاهدت خيمها، تشعر كبار ألمها لو شاهدت خيمها. قال أحد الشعراء متسائلا أي المصائب عند زينب أعظم، هذا سؤالي فليجبه متيم. إني أرى ترك الحسين على الثرى ورحيلها عنه الأشد الأعظم. فأجابه آخر إني أرى في الطف كل زية أدهى الرزايا في الوجود وأعظم، لكن أعظمها دخول مصونة بين الأجانب تستباح وتشتم. فأجابه آخر يا للمصيبة والرؤوس فراكد هزت بجذع للمصيبة مريم. فتساقطت دمعاتها حين برا رأس الحسين على القنا يتكلم. من أعظم اللحظات حين سماعها صوت الجواد على الخيام يحمحم. قد عاد من دون الحسين ورأسه للأرض يغطيه الدم. فأجابه شاعر آخر فقال له والله لا أدري، فكل مصيبة في كربلاء تفت منها الأعظم. حار الفؤاد فلست أدري أيها يوم الطفوف لها النصيب الأعظم. قد هد ركني يوم فرت صبية والخيل تعدو خلفهم وتحمحم. فالبعض داسته الخيول برجلها والرمح قد سرع الذين تقدموا. كل المصائب بالبلاء عظيمة، لكنها في عين زينب تهزم. لا خطب يعلو في شجاعة زينب، فهي التي من كل شيء أعظم. وشكرا لك. راس مرفوعي برمح، راس مرفوعي برمح، وام الخدير سبية ما جنها هاشمية، وام الخدير سبية ما جنها هاشمية. حز الحبيب
بديها يشهد ألم سبيها من عاهدة وليها وافت بعد رحيلة وافت بعد رحيلة حزين طويلة. نعم سادتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين لكم بنقل هذه الأجواء الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونحن الآن متواجدين بالقرب من المخيم الحسيني، وهذه الأجواء الخاصة بهذه اليوم بهذا اليوم الحزين الأليم على شيعة ومحبي الإمام الحسين عليه السلام. معكم سادتي المشاهدين التغطية مستمرة، ابقوا معنا. ليلة حزين طويلة ليلة حزين طويلة ليلة بيها الزهرة صاحت. يعني بداية عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعني اليوم هي ذكرى أليمة تمر على المسلمين عامة، سيما أن الإمام الحسين عليه السلام هو رمز الإنسانية للأحرار في العالم، لذلك هي الحادثة لا تمس فقط الشيعة في العراق أو في الدول المجاورة، بل تمس كافة المسلمين بالعالم. لذلك نقول إحنا يعني عظم الله أجركم، وإن شاء الله هذا المصاب يكون هو يعني طريق يستنير به الأحرار، يستنير به الإنسان الذي يرى أو يعني يؤمن بمذهب آل البيت عليهم السلام. نعم، واحد من مبادئ الإمام الحسين عليه السلام اللي استشهد عليه. يعني الإمام الحسين هو يعني جاء يعني من ضمن الكلمة اللي المأثورة اللي قال أنه ما خرجوا أشرا ولا بطرا، إنما خرجوا من أجل الإصلاح في أمتي جدي، وهذه يعني ضرورة مهمة اليوم الإنسان لازم أن يعني يعتمدها في حياته اليومية، سيما يعني ما يعيش العراق يوم من تخبطات على كافة الأصعدة، يعني ليس فقط الصعيد السياسي حتى الاجتماعي حتى الاقتصادي. لذلك قد تكون هذه المقولة هي يعني العماد الذي يعتمد عليه المسلمون في العالم وينطلق فيها للإصلاح. سبي الحرام لضاها حسين بدمش تراها حتى الظلم يزيله حتى الظلم يزيله. ليلة حزين طويلة مرت على العقيلة ليلة حزين طويلة مرت على العقيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم هو يوم العاشر من محرم بعد اكمال معركة الطف على الإمام الحسين عليه السلام، بقت باستشهاد وأهل استشهاد أهل بيته، بقت العيال، بقت النساء في ليلة الحادي من محرم، ليلة الحادي عشر من محرم، وهي المتعارف عليها عند طقوسنا الدينية هي ليلة الوحشة، هي سبات الليل، سواد بدون رجال، عويل الأطفال، متيتمين، متشردين بالعراء، لا هناك لا مكان للأوائل إليها، هناك نساء الآن هنا سب ليلة الحادي عشر سبايا عند جيش يزيد وعمر بن سعد في تلك الليلة، وهي ليلة الحادي عشر ليلة المتعارف عليها، يعني نقول ليلة الوحشة، يعني ليلة موحشة على العيال، موحشة بدون آبائهم بدون عمومتهم بدون أخوتهم، ليلة أصبحت ظلام عليهم وهم مقيدين بالحبال مربطين إلى مع جيوش ابن زياد. وشافت الكافر ضعن بلا شفوف على النهار بلا شفوف على النهار تتذكر الكفلها من يغضب ويزعلها تتذكر الكفلها من يغضب ويزعلها لما تمد لديها يحن الظهر عليها. عزيزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين، نعم أنها فاجعة كربلاء وأنها أرض كربلاء المقدسة التي تشرفت بدماء الحسين عليه السلام،
وهذه الدماء الطاهرة التي كانت امتدادا لهذا اليوم، الا هو يوم انتصار ابنائنا وابناء ابطالنا بالقوات الامنية والحج الشعبي المقدس. نعم، نحن الان في ارض كربلاء المقدسة في ليلة الحادي عشر من هذا اليوم من عاشوراء الحسين من محرم الحرام، حيث هنا سالت دماء الحسين عليه السلام في هذه الأرض الطاهرة المباركة، هنا ليلة الوحشة التي مرت على زينب عليه السلام سيدتي ومولاتي وعلى عيال الحسين عليهم السلام بالبكاء والآلام، حيث كان جيش يزيد اللعين يطاوق المخيمات ويعم الظلام في هذا المكان. لكن اليوم نرى المعزين ونرى أنصار الحسين في كل بقاع العالم توجهوا إلى هذه البقعة الطاهرة ليعزون صاحب العصر والزمان وكذلك الإمام الحسين عليه السلام في هذه الفاجعة. نار الخيام ضواها، حفر الجثث هواها، ليلة حزن طويلة، ليلة حزن طويلة. بيها الزهرة صاحت يا حسين، قل لي من شدة مصابك يا ابني وين وين، ليلة مو مثل اللي عاد ولا تمر وتنسى. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نتوجه بالتعزية إلى صاحب الأمر والزمان الإمام الحجة المنتظر بهذا المصاب الجلل الذي ألم بالأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام الحسين وصحبه الأبرار في هذا اليوم في التضحية. كزائرين أتينا من محافظة البصرة لتقديم العزاء وإقامة مراسيم الزيارة، والحمد لله خدمة الحسينية وخدمة الحسين موفقين، جزاهم الله كل الخير لهذه الخدمة، والتسهيلات متوفرة ولله. في هذه الليلة نعيش أجواء الوحشة الزينبية بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وبالفضل العباس، ونعيش في هذه الأجواء الموحشة من أجواء مظلمة إلى إشعال الشموع، فنستشعر عمق الحزن الزينبي في هذه الليلة بفقدان عميد العشيرة الهاشمية الإمام الحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليه. حتى الظلم يزيله، حتى الظلم يزيله، ليلة حزن طويلة مرت على العقيلة، ليلة حزن طويلة مرت على العقيلة. بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم، نقدم التعزية إلى العالم الإسلامي والمراجع العظام وإلى إمامنا صاحب الحجة الإمام المنتظر عجل الله فرجه بهذه المناسبة. وباعتبار إحنا هيئة خدام هيئة خدمة يا حسين، مشتركين إحنا من هالباب السلامة بهاي خدمة الإمام الحسين. بلا كفيل أو قدمت قربان خوها للجليل، ما ليلة بيها عيون زين عالجثث تربي النظر، والهاشم كلها صرع للزلم أظهر أثر، للزلم ما ضل ثار من مثلها شوف خونا حسين. وصلنا معكم سادتي المشاهدين لختام تغطيتنا لهذا اليوم، عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كنا معكم سادتي المشاهدين بهذه التغطية الخاصة، نقلنا لكم هذه الأجواء الخاصة بليلة العاشر من محرم ليلة الوحشة. تقبلوا تحياتي سادتي المشاهدين، جاسم الهميم من قناة الإمام الحسين الفضائية كربلاء. تذكري كفالها من يغضب ويزعلها، لما تمت لديها يحن الظهر عليها، زينب صباح بجيها
باب الصبر وسيلة باب الصبر وسيلة